بل أيضا قدمنا دعما من القرطاسية للطلاب. Diyorum ve huzurlarınızda onlara teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, Ebru'ya, ayakkabıcılıktan elektrikçiliğe, kamp içinde 150 dolar karşılığında Türk parası, kamp dışı... أبرز ما فيه أنه عرضنا المأساة التعليمية على الأشخاص يعني أو الجهات التي نحسب أنها يعني تساعد بهذا الأمر. والشيء الثاني يعني أيضا أقمنا معرض مرادف يعرض للمأساة السورية، فيه صور وفيه يعني نماذج مما وصلت إليه الحالة الآن. والفكرة الثالثة أنه أيضا قدمنا مشاريع يعني مشاريع منتجة في الهيئة السورية للتربية والتعليم، اعتقادنا أنها يعني في حال تبنيها بإذن الله تعالى تخرج المأساة التعليمية من الشرنقة الحالية. الحقيقة أنه معظم الناس يظنون أن هذا المؤتمر فقط لأخذ المال ولتأييد المشاريع. المؤتمر يهدف إلى شيء أبعد من هذا بكثير، حققنا بفضل الله بنسبة كبيرة جدا، هو التعريف بنا، إثبات وجودنا، نجاح مشاريعنا. فالعرض اللي جرى أمس من خلال الكلمات بالتعريف بنا ثم في عرض المشاريع وبعد هذا في العشاء الخيري الذي حدث، أظن أننا حققنا نعم نسبة كبيرة جدا من أهدافنا. الذي ستضيفه هيئة علم هو أولا إعطاء المعلومة الصحيحة، وهذا بدأنا بتنقيح الكتب. ثانيا بإظهار التعاون والأخوة بأننا نستجيب لأي طلب. يعني كثير من الأسئلة الآن تأتيني، لماذا لا تتعاونون مع كذا، لماذا لا نحن نرحب بأي إنسان يلجأ إلينا، سواء كان صاحب منظمة أو يتبع مؤسسة أو مدرسة أو، فنحن صدرنا وقلبنا مفتوح للجميع. في حكم وجودنا في الهيئة السورية للتربية والتعليم وإشرافنا على المدارس، وأنا أيضا مسؤول عن المنطقة الشرقية بالكامل، بحكم ذلك يعني نذهب يمينا وشمالا وعندنا اختلاط كبير مع الشعب التركي، فعندنا انطباع جيد عن التعامل الأتراك مع السوريين في كل مكان ومع الطلاب بالأخص في مدارسهم من باب التعاون وتقديم يد العون لهم، هذا من ناحية الشعب. أما من ناحية المنظمات فهناك منظمات راقية وكثيرة جدا جدا، كما أنها تقوم بالناحية الإغاثية للتعاون مع الشعب السوري بتقديم الدعم المتواصل أيضا في الناحية التعليمية ومجال المدارس وكذا، تقوم بتقديم تقديم يد العون من التنسيق والعلاقات والزيارات.